الضوء أسرع حاجة كتنتقل بها المادة في الكون، كتبلغ سرعة الضوء 1,080,000,000 كيلومتر في الساعة. باش تلمس هاد السرعة ديال الضوء، شعل الساروت ديال الضوء وشوف شحال ديال التأخير بقى باش شعلت البولة. ما كاين حتى شي تأخير ياك، سيغ بلاص شعلتي الضوء شعل، وماشي غير شعل بل انتشر في أرجاء الغرفة بلا ما تحس نتايا. وفي الحقيقة العملية اللي دار الضوء أنه بدا كينتشر شوية بشوية، ولكن حتى السرعة هائلة. فراه الخطوات اللي مر بها الضوء باش يملأ الغرفة بانت لك مجرد لحظة. بالمختصر هو قياسا لينا كيعمل بشكل فوري وكيتحرك بواحد الدرجة لا تصدق، لدرجة أنه إلا كان الإنسان كيمشي بسرعة الضوء، ها كيفاش كان غيتمشى في حياته اليومية؟ ولا بغى يدور دورة كاملة حول الأرض، غيدير 8 ديال الدورات في ثانية واحدة. ولكن هاد السرعة الخرافية هي خرافية بالنسبة لنا حنايا على كوكب الأرض، ماذا بالنسبة لحوايج أخرى في الكون؟ سيداتي سادتي، مرحبا بكم في هذا العرض الاستثنائي اللي غيقدموا لنا البطل زقزوق. زقزوقي. البطل زقزوق عنده سرعة ضوء يتحدى الجميع في هذا التشالنج، وكيقول لنا انه غيطوق 8 ديال المرات على الارض في اقل من ثانية واحدة. هل أنت جاهز يا زقزوق؟ أطلق الصحون يا معلم. واو واو، إنه زقزوق يفعلها يا سادة، شيء كبير يا عمري، شيء كبير. واو، زقزوق يعيدها مرة أخرى وأنا أتحدث. يا سلام. نعم، أش هادشي كنسمع؟ زقزوق كيقول لنا أنه ينتقل إلى التحدي الثاني، غيضرب دورة على مجرة أندروميدا وغيرجع. واو، يلا سيادنا، نحن في انتظار إبداع زقزوق. زقزوق، سرعة الضوء على الأرض ماشي هي في الفضاء، غادي نشرحو هادشي دابا. ولكن I feel bad for زقزوق. كل ما بعدنا على النقطة اللي احنا فيها، كل ما بدا كيبان لنا الضوء أبطأ وأبطأ، إلى أن يصل لواحد المرحلة اللي غيشبه فيها الحلزون. اللي كان عنيه من هاد الهضرة هو أن الضوء على الأرض يبدو حقا أنه أسرع من المتخيل، لأنه المحيط اللي قصنا به سرعة الضوء هو الأرض، اللي هو محيط صغير جدا. أما إلا خرجنا نقيسوه في محيط أكبر، كتبدل النظرة ديالنا لهاد السرعة. بالرقم الدقيق كيسافر الضوء بسرعة 299,792,458 متر في الثانية. ملي كيكون في الفراغ، إلى ما قادرش تحفظها، راه على حال 300,000 كيلومتر في الثانية، وهي سرعة كافية باش يدور على الأرض بأكملها بأكثر من 8 ديال المرات في الثانية الواحدة. كما قلت لك في الأول، ملي كتشعل البولة في البيت ديالك أو في الدار، السرعة ديال الضوء الخرافية كتكون كافية للوصول لجميع أنحاء الغرفة بأكملها في لحظة واحدة، لأنه غيكون قطع في جزء من 500,000 من الثانية فقط باش يضوي لك الغرفة ديالك. وهذا اللي كيخلي العيون ديال الإنسان أنها تشعر بها بشكل فوري. ولهذا السبب فراه إلا بغيتي تكومينيكا بالإنترنت، كيكون الاتصال فوري حاليا بالواتساب، مثلا انستغرام او اي تطبيق ديال المحادثات بين جوج ديال الناس فوق سطح الارض، كيكون الاتصال فوري كي كتصيفطها كي كتوصل. هذا لانه الارض مكان صغير جدا بما فيه الكفايه اللي غيخلي الضوء يتصرف بشكل لحظي. ولكن هذا الشيء كامل غيتغير بشكل جذري الى خرجنا من الارض. ما غاديش نمشيو بعيد، غادي نزوميو شويه ونمشيو للقمر. كيقطع الضوء من الارض نحو القمر 1.255
250 ثانية، وهذا كيعني أن صورة القمر على الأرض هي متأخرة ب 1.255 ثانية، ونفسها إذا كنت على القمر غتشوف الأرض على الصورة ديالها قبل هذه المدة. إلا كان شي واحد فوق سطح القمر وبغى يصيفط رسالة للأرض غتستغرق 1.2 ثانية، وإلا كان شي واحد على الأرض وغى يصيفط رسالة للقمر غتستغرق 1.2 ثانية. يعني وقت ترحيل الرسالة هو 2.6 ثانية ذهابا وإيابا. يعني نفترض أن شي واحد كاين في القمر وبغيت يتصيفط ليه عن طريق التطبيقات ديال التواصل الاجتماعي، فإنه فاش غتصيفط الرسالة ديالك غير خصك تسنى على الأقل 2.5 ثواني باش تحصل على الجواب ديالو، وهذا كله بسبب القيود اللي دارته سرعة الاتصال بسرعة الضوء. وعلى الرغم من هذا فراه التواصل مع شخص في القمر باقي ماشي بديك الصعوبات أو التأخير الكبير بزاف، ماشي بحال شي واحد اللي كان في المريخ، لأنه طبعا المريخ أبعد بكثير من المسافة اللي بعيدين القمر بها. في المستقبل القريب إلى نجح المخطط لأننا نستوطنوا المريخ غيكون عندنا واحد العائق كبير في التواصل، لأنه الأرض والمريخ عندهم مدارات مختلفة حول دورانهما حول الشمس. كيختلف المريخ بشكل كبير جدا على المسافة اللي كتفصلوا على الأرض. سرعة الضوء فاش كيتلقى المدار ديال المريخ والأرض كيكون على مسافة 3 دقائق ضوئية، هذا كيعني أنه في هذه المسافة هذه الضوء إلى انطلق من الأرض ومشى للمريخ غيستغرق 3 دقائق. مهم هو ماشي بالأمر السيء، 3 دقائق ماشي بزاف، ولكن في هذا المدار هذا اللي بعيد على المريخ غيستغرق الأمر 22 دقيقة و 24 ثانية، وهذا غيمحي تماما أشكال الاتصال الفوري. بمعنى في المستقبل إلى عشيرك مشى للمريخ ودخل الماسنجر أو الواتساب وصيفت ليه مثلا السلام، في اللحظة اللي غيكون فيها الأرض في المدار الأبعد على المريخ الرسالة ديالك غير باش توصل عند صاحبك باش يقراها غتستغرق 22 دقيقة، ملي غيجاوبك وعليكم السلام غتستغرق 22 دقيقة أخرى، وهذا في حالة ما إذا صاحبك قال لك وعليكم السلام في اللحظة اللي وصلتو السلام وشافها، يعني جاوب على الفور ما درش شي حاجة أخرى، فراه أنت باش تلقى الرد غيستغرق الأمر 45 دقيقة كاملة، هذا في حالة أن صاحبك عزت على الميساج ديالك ورد عليه على الفور، وهذا أسرع وقت ممكن باش تلقى الرسالة ديالك في هذا المطار. وبالتالي في المستقبل إذا صاحبتك ولا صاحبك مشى للمريخ وصيفطتي ليه رسالة وما جاوبش على الفور عندك تبلوكي على أين؟ إلا كانت الحضارة الإنسانية كتخطط أنها تمشي للمريخ فراه هذا الشيء غيؤدي إلى ظهور مشكل كبير في التواصل، والناس اللي غيكونوا تما غيشعروا بمزيد من العزلة والوحدة والانفصال التام عن كوكب الأرض. إلى زدنا بعدنا على الأرض غتبان لنا سرعة الضوء أبطأ فأبطأ أكثر، مثلا ملي غنوصلوا عند كوكب المشتري حسب اختلاف المدارات كيستغرق الضوء باش يوصل من الأرض للمشتري في أقرب مدار 33 دقيقة، في أبعد مدار 53 دقيقة. هذا كيعني أنه إلا كانت الناسا شي مسبار عند المشتري والتقط شي صورة غيخصهم جوج سوايع على الأقل فقط لتصحيح المعلومة أو إرسال التعليمات أو تعديل خطأ ملاحي محتمل. مازال ما هضرناش على أنه الصورة تصيفط، لأن تعليمات سرعة الضوء كتكون أحيانا بطيئة جدا باش توصل في الوقت المناسب. شوف معايا مثلا ضوء الشمس، ضوء الشمس كيستغرق بعض الوقت باش يوصل للأرض، عموما حوالي في المتوسط 8 ديال الدقائق باش يوصلنا ضوء الشمس، وهذا كيعني أنه الشمس فاش كنشوفوها قبل 8 ديال الدقائق، وهذا في الواقع بطيء لدرجة أنه إلا اختفت الشمس فجأة حنا غنبقاو نشوفوها على الأرض 8 ديال الدقائق وخا هي ما كايناش، عاد من بعد 8 ديال الدقائق غنسيقوا الخبر باللي وقعت لها شي حاجة. إلا وصلنا حتى لبلوتو اللي هو على الأطراف الخارجية للنظام الشمسي غير ننسى شي حاجة سميتها الكوميونيكيشن من هذا البعد، لأن الضوء باش يوصل لبلوتو غيستغرق أكثر من 5 ساعات، وهذا على أخذ بعين الاعتبار أن جميع هاد المسافات اللي ذكرنا لها مازال ما خرجناش من كواكب المجموعة الشمسية المكتشفة، فتخيل كم سرعة الضوء بطيئة جدا. إلا فتنا النظام ديالنا الشمسي مثلا أقرب نظام شمسي لنا بروكسيما سنتوري اللي بعيد ب 4.24 سنة ضوئية، يعني الضوء كيستغرق حوالي بالمعدل 4 سنوات باش يوصل لهذا النظام الشمسي. إلا نجحنا في المستقبل أننا نصيفطوا مستعمرات للكوكب ديال هذا النجم هذا، رسالة واحدة بين المستعمرة تما وما بين شي واحد في الأرض غتستغرق رسالة 9 سنوات باش توصل. مثلا أنت في الأرض صيفطتي الرسالة غادا بسرعة الضوء غتقطع 4.24 سنة باش توصل السيد اللي تما، وملي غيقراها ويجاوبك غترجع عاوتاني ل 4.24 سنة، يعني باش تقرا الرد ديالو غتحتاج 9 سنوات. وفين هادشي؟ فقط أقرب نظام شمسي للنظام الشمسي ديالنا، مازال ما هضرناش على تريليونات السنوات الضوئية اللي كتسنانا. هذا ضرب من الجنون أن العقل ديالك يحاول يتخيل هادشي هذا. بمعنى آخر نفكروا عاوتاني خارج الصندوق، إلا كان شي مستعمرة بشرية على كوكب بروكسيما سنتوري بي فراه حاليا كيسمعوا الأخبار ديالنا ديال سنة 2015، غيكونوا كيقراوا الأخبار ديال فيروس إيبولا، أوباما مازال رئيس الولايات المتحدة
المتحدة الأمريكية، مازال قناة موروكان سوبر نوفا اللي كتحكي أصلا هذا الفيديو مازال ما عندهاش وجود، يلا غيبان لهم الصور ديال زلزال نيبال المدمر، والناس في مواقع التواصل الاجتماعي مازال مضاربين على السؤال ستيوبيد، شنو اللون ديال هذا الفستان اللي كيبان لك؟ هذا هو نوع التواصل والسرعة ديالو اللي غتكون ما بين الأرض وما بين بروكسيما سنتوري اللي نورمالمون هما قراب بزاف، وواقعيا كيستعملوا أسرع سرعة كاينة في الكون. ورغم هذا كتحتاج ما يقارب 9 سنوات باش تلقى رد من شخص هناك أو أنه يتواصل معك. إلى هضرنا متوسط عمر البشرية حاليا ونفترض أنك تعيش واحد 80 سنة من هنا القدام، يعني من 2023 حاليا، ما غتمكنش وانت كتواصل مع شي واحد في ذاك الكوكب أنك ترسل أكثر من 8 ديال المساجات فقط لا غير، طيلة حياتك كاملة. يعني نفترض أن صديقك أو صديقة ديالك اختارت أنها تمشي تعيش في بروكسيما سنتوري بي إلى لقاو طريقة كيفاش ينقلوها تما، فراح حياتك كاملة غتقدر تهضر معاه أو معاها 8 ديال المرات فقط حياتك كاملة. حاول تقول كاع داكشي اللي باغي تقول طبعا، وهادو حنا مازال كنهضروه على أسرع سرعة كتسافر بها المادة في الكون، وهذا كله مع أقرب نجم وكوكب لنا، ما بالك عن مليارات تريليونات سكستيليونات النجوم والكواكب في الكون. في الفيديو الماضي كم حجم الكون؟ عرفتي كم الحجم ديالو مكانيا؟ اليوم عرفتي شحال الحجم ديالو زمانيا؟ ولهذا انت كطرح سؤال، من نحن بالضبط في هذا الكون؟ وعموما سرعة الضوء هي أبطأ مما تعتقد، هي بطيئة جدا بالمقارنة مع الطموحات ديالك في الكون. ولك أن تتصور أنه حتى يوصل بين العلم لأي درجة باش نخترعوا شي مركبات اللي تدينا لأي بلاصة في الكون، ديما غيوقع عندنا مشكل ديال التواصل، ما عمره غادي يكون آني أو لحظي. فيزياء الضوء هي معقدة جدا، وعلى الرغم من أنه الضوء يتحرك ببطء، ولكن هذا الضوء هذا كان عنده فضل كبير أننا نتعلمه بزاف ديال الحوايج في الفضاء بمجرد أننا نشوفوه فقط. قدرنا من خلال التقنية ديال بارلاكس اللي شرحتها في هذا الفيديو هذا أننا نعرفوا النجم شحال بعيد علينا. بزاف الناس كيبقاو يسولوا وهذا النجم بعيد علينا بمليارات السنوات الضوئية، وكيداروا عرفوها؟ عرفوا هذه المسافة عن طريق تقنية البارلاكس، ولكن العامل الأساسي باش يخلينا ننجحوا في هذه العملية هو الضوء ديال النجم. لو بغيتي تعرف بزاف حول هذا الموضوع راني شرحت في هذه الحلقة بالتفصيل كيفاش كنقدروا نعرفوا المسافات ما بيننا وما بين النجوم اللي هي بعيدة جدا وكنحددوا شحال من سنة ضوئية، وحنا في بلايصنا ما خرجناش من الأرض. إذا بخفة الضوء كنعرفوا النجم شحال بعيد علينا، وبتوهج الضوء كنعرفوا مدى السخونة والحرارة ديال هذا النجم هذا، وعن طريق دراسة بصمات أطياف الضوء كنقدروا نعرفوا العناصر اللي كتتكون منها النجم أو الغلاف الجوي ديال الكواكب. وبهذا اللمعان ديال الضوء قدرنا نعرفوا 10 ألمع نجم مكتشف في الكون اللي هو بيتلجوز أو منكب الجوزاء باللغة العربية، وقدرنا نعرفوا أنه على مشارف انفجار كسوبر نوفا، ولو وقعت السوبر نوفا السائل الأعظم راه يتفرقع البيتلجوز بشكل عنيف جدا يضاهي قوة 100 سوبر نوفا مجتمعة. ولكن واش هذا الانفجار غيشكل خطر علينا في الأرض؟ هذا موضوع آخر لفيديو آخر من موروكان سوبر نوفا.